بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في البداية أن أحيي عموم أبناء هذا الوطن الحرار وحرائر، وعلى رأسهم أبناء الريف على تضحياتهم الجسام وعلى عفهم إلى شرف إخوانهم في السجون، وخصوصا المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف. إخواني أخواتي، كنت عارف واحد القضية اللي خصني يكون فيها واضح وضوح الشمس النهار، أن ما صدر من المدعو إسحاق شارية بالخصوص أن هناك مؤامرة على ملك البلاد، وأن الطرف فيها هو المسمى إلياس عمري، لا أساس له من الصحة، لأنه ما كان لأسقط في حينه أو أسقط في حينه لو أن الأمر وقع فعلا. فبالرغم من خلافي واختلافي مع خصومي وحتى أعداء كان لي أعداء، فلا يمكن أن أثري عليهم أو أحيد الصورة بحقهم، لأنه ليس من أخلاق هذه الأمور. فما جاء على لسان إسحاق شارية يوم 21/2017 بمقر محكمة استنافية الدار البيضاء لا أساس له من الصحة أصلا. فبالتالي أقول أنه هذه مجرد مغالطات، مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة. وعلى أساس هذه المسألة هذه، يوم الخميس حضرت الفرقة الوطنية إلى المؤسسة السجنية، وقبل ذلك فأن الرئيس المعقل جاء عندما يقارب مع 48 دقائق لغاية التحلية سميتو حمر الزيزانة ديالي الانفرادية، ومعه واحد الموظف آخر اللي غيقوم بتوصيل أن المدير محتاج. وفعلا سألتو علاش بغيني المدير، قال لي راه الأمر لا أعرفه. جيت معاه من وصلت الإدارة تقريبا الإدارة غادي نتفاجئ بوجود ناس ديال الفرقة الوطنية. فعلا دخلت للمكتب ديال المدير وسألتو شنو كاين، قال لي ودي راه ناس ديال الفرقة باغية تمشي معاها. أنا اسمي جوميس، أنت علاش ما ضرش يحبون الناس ديال الفرقة؟ فقلت أنني أحتاج معهم إلا بحضور أو سمح لي بالاستشارة مع المحامي ديالي بخصوص هذه القضية هذه. بعد ذلك دخلنا في نقاشين وأخذ ورد لما يقارب ساعتين، لأن هاد الناس هادو ما قدرش نمشي معاهم لأنهم اعتبروا خصومي، بدليل أن الناس هادو صوروا لي فيديو داخل الفرقة الوطنية وأنا عريان. رجعت أخص إدارة الفرقة الوطنية القديمة قررت الإنضاء في هذه الجديدة دابا. لذلك فرفضت، لأن تعرضت للتهديد وتعرضت للتهديد الجسدي والنفسي ولشيء الأمور كثيرة وهي معروفة عند الجميع، فرفضت أنني نمشي معاهم. المهم بقاو ديك الساعة كياخذون لي لا غادي تمشي، راه ماشي راه ما كاين والو ما كاين هادو. فاعترفت منهم الامر ديال التقديم للاداره ديال الفرقه الوطنيه من طرف السيد وكيل العام للمالك محكمه استئناف الدار البيضاء. فجاوزت ذاك القرار ولقيت فيها انه بخصوص ما صرح به اسحاق شارية ذاك النهار ديال المحاكمه. فبالتالي قلت له انني انا ما غنخرج من هنا الا بحضور المحامي. رفضوا بشكل صارم وقالوا لي انه قالوا لي ما يسمحلكش بهذا الشيء. لذلك انا اضطريت على المساله لي اتفاجا انه غيجي عندي مدير غيقول لي ودي راه احتاجك للمدير الجهوي في البيرو ديالو. طلعت للبيرو فوق جلست معاه وجاب لي واحد القهوه كيف انا قبل كنهضروا اودي الى ما كنتش باغي تمشي معاهم، راه ديك الرساله غادي نديرها يعني كتابه بالقضيه في وكيل العام في الاعلان. رجعت سميتو رجعت للفيزانه ديالي خديت واحد الرساله غنصرح بها ردا على ما يعني ما روج من مغالطات وافتراءات اسحاق شارية. رجعت خديت الرساله رجعت وقلت ها هي الرساله هذه مشاو داروا ليها الكوكا وغيرها من الامور. المهم ما نقدرش نشرح لكم التفاصيل كلها، ولكن اقول لكم انه كان هناك اتفاق سري بين اداره السجون وبين الفرقه الوطنيه وبين النائب وكيل العام اللي غادي يدير واحد المساله خطيره جدا. رجعت وخديت الرساله ديالي خدا داروا ليها الكوبي من الاخر قال لي ودي راه النائب وكيل العام جاء راه كيف مع المدير. مشيت دخلت لها دوري اتفاجا انه تضاعف الاعداد ديالنا ديال الفرقه الوطنيه اللي جاوا باش يهزوني اللاخر. احتجيت على هذا الامر هذا وقلت السيد النائب وكيل العام انا ما نقدرش نمشي الا باستشاره المحامين ديالي والتواصل معهم، مرفوض بشكل قانوني. دخلنا بكلام قال لك تفضل جلس. جلست معاه وسميتو كنتناقش معاه قلت له انا هاد الناس هادو هاد الناس خصوم ديالي، هاد الناس عذبوني، هاد الناس سربوا لي الفيديو ديالي وانا شي بعاري وغيرها من الامور. ما عندي مشكل اذا كانت الناس ديال الفرقه الوطنيه دارت الملك انا غنمشي معاهم، ما عندي مشكل غادي نصرح بما التصريح ديالي. قال لي لا وكذا. فاللحظه اللي كان جالس فيها هو على جنب ديالي للصف كان اونفاس ديالي المدير الجهوي، كان حدايا المدير
المؤسسه السجنيه، كان معي واحد المسؤول اخر ديال الفرقه الوطنيه. انا في اللحظه اللي كنت كنتكلم معه قلت له نعطيك الرساله بدون ما غادي يمشي، وهذا التصريح ديالي ردا على ما ادعاه المحامي. اتفاجئ بانه كانت هناك يعني كان تخطيط وتقرره في مكتب المدير انه كان يتم تصويري بدون الاذن ديالي، فاحتجيت على هذه المساله وحيدت الرساله للنائب الوكيل العام القياسي الحالي ما نعطيكش لانكم انتم مدبرين الاخر. فصفرت وجوههم جميعا لانني سميتو شديته هو كيصورني بدون الاذن ديالي، وهو للغريب الامر انه نفس الشخص اللي كان كيصورني في الفرقه الوطنيه وانا شي بعاري. لما احتجيت قالت لا راه ما كيصورش وكذا وهذا، ملي مشي هرب ذاك الضابط اللي كان كيصورني فتح الله سبحانه وتعالى غادي تقلب البانطايه ديال التليفون غيبان انه كان كيدير الفيديو. بعد ذلك مشى بعيد خرج وقلت للنائب الوكيل العام وحمل له المسؤوليه على ما جرى. فبعد ذلك طلب منهم يخرجوش، قررت المكتب قررنا كنت كنتكلموا قلت لي انا ما نقدرش نخرج لان هاد الناس هادو راه خصوم ديالي، وهاد الناس قالوا لي داروا لي.